السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم الحديث أثبت إن الحيوانات بيبقى ليها لغة خاصة بيها، يعني هو مش بيطلق صوت وخلاص، لأ ده لغة تواصل. وكان في مشكلة موجودة في اليابان وقدروا يحلوها الحمد لله، ألا وهي إن الغربان كانت بتتجمع في أماكن النفايات بتاعة الأكل وتقعد تعبس بيها وتقطعها وترميها قبل ما الناس بتوع النظافة يجوا. فقال لك خلينا نعلن الحرب، بس قبل ما نعلن الحرب لازم يعني يدوم زي انذار، او يعني يحاولوا يتفاهموا معاهم بطريقه سلميه. فاحد العلماء راح مسجل الصوت بتاع الغربان في اكتر من موقف وبدا يحللها، وباستخدام الذكاء الصناعي قدر ان هو يطلق لهم صوت معين. فكان الصوت مثلا خلوا بالكو ده واك 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 واك، في مشكله فلازم نمشي من هنا، يلا كلنا نمشي من هنا، تمام. والصوت ده بيطلق اوتوماتيك اول ما الغربان تقرب من الاماكن اللي فيها زباله، وجوم على اماكن هم حاطين فيها اكل للطيور والغربان بيطلق صوت تعالوا احنا لقينا اكل. فمن خلال التجربه الظريفه دي قدروا ان هم يبعدوا الغربان عن الاماكن اللي فيها مجمعات القمامه ويندهوها للاماكن اللي فيها اكل. واك 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 خلوا بالكو في اكل هنا، واك 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 خلي بالكو في خطر لازم نمشي من هنا. سبحان الله، وما من دابة في الأرض إلا ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وسيدنا سليمان بيقول وعلمنا منطق الطير.